السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم الدرس ديال اللواية، وهذه الطريقة كيفاش غتخدم. كيف ما شرحت لكم في الفيديو السابق، الجوزة هنا قسمناها على جوج إلى نصفين. خدينا هاد الطرف وهاد الطرف، دابا هنا غادي نخدموا هذه حتى لهنا. أنتم غتشوفوا الطريقة كيفاش غادي تكون. دابا هنا غادي نبداو. انا هنا وضعت 4 الغرز كيف ما كتشوفوا، 1 2 3. هنا تقدروا تستعملوا اكثر من 4 الغرز على حسب كل واحد والذوق ديالو. تقدروا تستعملوا 5 غرز او فقط 3. هنا 4. دابا ما نضربوش الثوب، نرجعوا نطلعوا عاوتاني. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هنا غنرجعو. هنا غادي نبدل الخيط. في هذه المناسبة نوريكم كيفاش تقدروا أنكم تكملوا الخيط إلى حبس لكم في الوسط ديال الخدمة. دائما هذا المشكل سيوقع. ركبوا هنا الخيط عادي، طريقة عادية، ومتقطعوش هاد الخيط حتى نخدمو فوق منه. 1 2 هادي 3. الثالثة، الرابعة. دابا هادي الغرزة الرابعة. هنا غنخليو هاد الخيط، غنخليو وغادي نرجعو. واحد، جوج، انا تنستعمل شويه الخيط طويل، هذاك الشيء علاش تكون الخدمه شويه صعيبه لتفادي هاد الانقطاع ديال الخيط في وسط العمل، تكون شويه صعيب. كما حنا دابا حنا هنا خليناه، دابا غادي نقطعوه، مبقيناش محتاجينه. دابا غنستمروا عادي جدا حتى نوصلوا لعشرة الغريزات. 10 انا غادي نوريكم كيفاش غادي تحسبوهم. انا هنا وضعت 10، ممكن توضعوا اكثر ممكن توضعوا اقل، كل واحد على حساب الرغبة ديالو. 1 انا غنستمر حتى نوصل ل10 ونوريكم طريقة الحساب. الان بعد ما انتهينا من هذا العمل غادي نحسبوا 10 الغرز. كيف ما كتشوفوا غتحسبوا من هنا في هاد الصف الأعلى، تحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هادي هي 10. الآن شنو غادي نديرو؟ غنشدوها بحال هكا، غنضربو هنا في التوب تقريبا بحال هكا، يعني غنضربو هنا في التوب. دابا غادي نرجعو نضربو، نخدمو الغرزات اللي كنا درنا في الأول. 1 2 3.
هذه الرابع. دابا هنا خاص العدد يكون متساوي مع هذا، يعني كيف ما كتشوفوا، يعني فين ضربناه هنا خاصنا ضربوه هنا، يعني هنا تقريبا جات مقابلة مع هاد العين، يعني غناخدو هاد العين هذه، يعني غادي نخدموها في هاد المكان. خاص الخدمة تكون متساوية، تجيكم متناسقة. بهذا الشكل هذا غادي نستمروا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، ثلاثة. هنا دابا غادي نبداو نديرو في الأعين، نديرو بحال هادو، هاد ربعة الأعين وهاد ربعة الأعين، نديرو الغلظة الرابعة وغنضربو في التوب. هنا كيفاش غادي نحسبو؟ غنحسبو في الضربات اللي كنضربو هنا في التوب. هنا واحد، جوج، ثلاثة. انا استعملت هذا المقياس، ممكن تستعملوا مقاييس اخرى. واحد، دابا غنخليو هذا العين، هذا العين، وغنضربو في هاد الغرزه الثانيه. هذه كتعطي منظر زوين وسهل، كتوفر عليكم حتى الوقت اللي غادي تبقاو تزوقوا فيه ملي تسالي، وفي الاخر ديال الخدمه غادي تبقاو تزوقوا هذيك الخدمه، كتلقاوها فيها الغرز، فكتوفر عليكم الوقت ديال الزواق، تلقاوها طالعه مزوقه. دابا هنا كنعمرو في هذاك في العين الاولى. دابا هنا غنطلعو نديرو جوج ديال الأعين. هنا غنخليو هاد العين وغنضربو في هاد العين الأولى، تكونات نكونو التانية، نخليو هادي ونضربو في هاد، وغنرجعو بطبيعة الحال نضربو هنا باش الخدمة تكون متكاملة. دابا غنعمرو كل عين، تنضربو فيها جوج غرزات، واحد، جوج، ثلاثة، كنعتذر منكم، أربعة، ونرجعو نضربو في التوب. نضربو هنا وغنقزو هاد العين وغنضربو في هادي. أتمنى التصوير يكون واضح. دابا شوية الليل، المغرب دابا، مبقاش التصوير كيجي زوين، ولكن
اضطريت انني نصور في هذا الوقت مع الاسف. دابا نعمرو الفراغات، نحيدو هذا الخيط لانه ولا صغير ولا مشنتف بزاف، كنبغيش نخدم بغيش نتسنى الخيط حتى يتقاد. نتوما كيما كتشوفو كيتشنتف. دابا غنضربو هنا ديريكتومون في التوب باش نقدرو نركبو خيط واحد اخر. دابا ركبنا الخيط، غادي نخدمو عادي واحد 3 طلعات، عاد غنرجعو نديرو نفس العملية اللي درنا في الأول. دابا غنخدمو عادي 4 الغريزات ديالنا كيف ما تعودنا. اللي عنده شي تساؤل تقدر توضعه في التعاليق. باش غادي تحسبوا هذيك 3 الطلعات، غتحسبوها بهاد الضربات اللي تنضربوا في الثوب من هنا، من هاد العين هادي الضربه اللي مقابله مع يعني 1 2. دابا غادي لهاد الطليه غادي نهبط، غتكون عندي الضربه الثالثه. باش ما نتلفوش تنحسبوا الضربات اللي كاينين عندنا في الثوب ملي تنحسبوهم. هاد نقومو بنفس العمل. نتمنى هاد الخدمة تنال الإعجاب ديالكم. هادي هي الضربة التالتة اللي هضرنا عليها في الأول. دابا هنا وصلنا 1 2 3. نوعا ما الإضاءة ما بقاتش واضحة، كنعتذر منكم على هاد الوقت اللي صورت فيه. نخليو هاد العين وغنضربو هنا نفس الطريقه غادي نشتغلو بها. فانا هنا غادي نكمل الخدمه هنا من بعد ما انتهينا من العمل. الطريقه ديال الحساب باش تقدروا تعرفوا الحساب واش صحيح ولا لا، غتحسبوا هنا عدد الغرزات اللي كاينين في التوب. انا استعملت هنا 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. من بعد ما كتوصلوا للعدد 11 كتبداو نفس هاد البدايه اللي بدينا هنا، يعني كترجعوا تخدموا هاد اللوايه، ما كتبقاوش تضربوا في الثوب، بقاو غاديين عادي. كذلك هنا غتحسبوا 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني خص تكون عندكم نفس العدد اللي كاين الفوق هو نفسه اللي كاين في الثوب. انا كنحسب بهاد الطريقه هادي، ما دي اسهل طريقه اللي في متناول الجميع. كنتمنى هاد الخدمه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتابعوني. مازال عندي الجديد في هاد الخدمة نيت، غادي نوريكم حوايج اخرين كيفاش غادي تتم العملية ديالهم. كنتمنى لكم التوفيق.